الإخوان المشاهدين متتبعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الإخوة اللي بغات تبحر، يبغى الناس اللي بغات تدوز البحر، بغات تمنضم على راسها وتدوز الصيف، تدوز العطلة، تابعنا عبر القناة نوريكم الإخوان الشواطئ ديال المغرب، الشواطئ الجميلة، الشواطئ ديال المدن الشمال. الإخوان كانت واجدوا بشاطئ الدالية، احنا الإخوان هابطين لشاطئ الدالية. خليكم معنا الإخوان، سافروا معنا وتبعوا معنا الطريق، احنا غادي نمشيو بكم إن شاء الله حتى للشاطئ ونعاودوا نطلعوا مع الطريق ونعاودوا نصوروا لكم الشاطئ من الفوق. الإخوان شاطئ الدالية جمع بين الفنيدق وطونجيميل، يعني طنجة المتوسط راه وحداها بالضبط، دا المرسى الكبيرة ديال طنجة. جاف واحد العقبة اللي تكونوا طالعين الاتجاه ديال الفنيدق، اتجاه ديال تطوان، طريق تطوان، وكتسبقوا على الدالية اللي جات في العقبة. لابلاج بقى على اليسر ديالكم. الشاطئ الاخوان راه كيشوف في اتجاه ديال اسبانيا. البحر يعني البحر نقي، المياه زرقاء. طنجة كانت يعني اسبانيا كتبان لكم من 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 داك لابلاج، تبان لكم اسبانيا راه هي قريبه كتبان تما، واحد المنظر رائع جدا الاخوان. كتمنظروا في البحر وتمنظروا في السفن التجاريه والسفن ديال نقل الاشخاص ديال المسافرين، واحد المنظر رائع جدا الاخوان. الناس اللي كتكون هابطه مع هاد العقبه تمشى بشويه عليها، راه واحد العقبه صعيبه هنايا، هاد الهبطه هادي شويه صعيبه، من غادي يهبط بشويه عليه. لا بلاج انتما تشوفوا عامره الاخوان، والغارديانات لعلك ترضى. اشوفوك جاي، كل واحد يجرك، اجي دخل هنا، ما اجي دخل هنا. ولكن الاخوان هنا دابا راه في الداليه، بعدا راه كاين واحد الباركين هنا، واحد الموقف كبير، بعدا الناس اللي غيهبطوا السياره ديالهم لقاو فين يوقفوا. راه كاينين بعض الشواطئ اللي ما عندكش فين توقف كاع الاخوان. حنا داخلين الاخوان اتجاه ديال الشاطئ، وخا حنا راه ما غاديش ندخلوا للشاطئ، ولكن نقربكم شويه منه تشوفوه، شوفوه معنا. تحيه لجميع متتبعي قناه مناظر بلادي داخل الوطن وخارج الوطن. هانتوما الاخوان، لا بلاج زوين، هاد الشاطئ شاطئ كبير وشاطئ رائع جدا، والشاطئ عامر الاخوان. شوف الناس هنا مبلاصي على اليمين وعلى اليسار، واخا راه دايرين لهم كاع ممنوع الوقوف والتوقف، يعني هاد بحال دابا هاد اللي واقفين على اليسار ما خصهمش يوقفوا، راه كيشكلوا حركه عرقله ديال حركه السير، داير لهم تروطوار مسبوق بالاحمر والبيض، ومع ذلك راه تيبقوا تيكونوا واقفين تما. تحيه لكم جميعنا الاخوان، هنا راه ولاو حابسين لنا كاع الطريق هنا، ما تيخلوش اللي بغى يدوز. درنا واحد الاطلاله وحنا راجعين الاخوان خارجين. شوفوا معنا ثاني الطريق كيفاش دايره، مع الشاطئ ديال الدالية الاخوان. بالنسبه للسكن سولنا على هذا الشاطئ ديال الدالية، قال لنا الاخوان شويه الكرا فيها طالع، الله يهدي هاد الناس يستغلوا هذه الفرصه ديال الصيف، كيزيدوا على الناس بزاف الثمن، كاين الغلا الاخوان هنا تيعاود لنا الغلا بزاف كان في هذا الشاطئ ديال الدالية، غير باش الناس ياخذوا الاحتياطات ديالهم. راه كاينه حتى 1500 درهم للشقه اللي كاينين اقرب للبحر، باش الناس اللي غاديين يجيو ياخذوا الاحتياطات ديالهم، اللي بغى يتبحر ويرجع في حالته يمشي لشي بلاصه اخرى، ولا اللي عنده الفلوس بغى يكري ولا يقلب على راسو، ما كاينش اشكال. تحيه للجميع، ما تنساوش تدعمونا بلايك الاخوان، واللي مازالش ما دارش ابوني في القناه يدير ابوني في القناه، ما تنساوش مشاركه القناه، ما تنساوش الضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، فضلا وليس امرا. تحيه لجميع متتبعي قناه مناظر بلادي، تحيه للناس اللي كتسافر معنا وكتمنظر معنا، تحيه لهم جميعا، تحيه للجاليه ديالنا المقيمه بالخارج،
تحية لهم جميعا. انت هما راه كيدخلوا في هاد الشهور ديال الصيف، راه تيروجوا شويه البلاد، تتحرك معهم الحركه شويه. تحيه لهم جميعا، تحيه لجميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن من طنجة للقويرة. هانتوما الاخوان المشاهدين، كما كتشوفوا راه واحد المنظر هنا رائع جدا. راه كاينين شي مقاهي هنايا وكاين شي ريستورات هنا، واحد الباركين الا وقفتي هنايا وكتطلع على داك الشاطئ وتطلع على اسبانيا وتطلع على داك البحر والسفن اللي غاده جايه من داك البحر، راه واحد المنظر رائع جدا، منظر لا يوصف. تحيه لكم جميعا والى فيديو اخر ان شاء الله. اتمنى ان ينال اعجابكم هذا المقطع ديال هذا الفيديو. شوفوا انا قربتكم شويه، راه اسبانيا فين كتبان. تحيه للجميع والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.